يوم سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد لي مرة كان محلية جديدة يوتيوب شانل هذا نسمع بلا فشل هديت أنت كوري صلاة مع كعسة الناس بسكنجة هذا ما استعملت مقاطع من فيديو عشان تعلينا كيف مبارك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان أنت بكو حيا رمضان سمع سلام لغمان ويا عيو هالب أيش بكو جل كذا نسمع بلا فشل سو حلها لما أنت مبارك كل عام وأنتم بخير. هذا مش أقول عصبة سكرين وصار هذا هون مجبتنا كم حصل الفيديو لايك صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتى وحماي نان مقاطعي وكسيس المقاعد مع بكر شمالي. إن أنت نوحي على محلية مع سنين أنت ما رتاح بقشر مع محلية سبسكرايب سارة. إن يوتيوب شانل كان بره أوفيشال. لما أنت أنا أشكره على محلية لأنه هاي عيد مبارك كل عام وأنت بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن هذا الرقم معروف لك أوفيشال. وأنا السلام إذا هانتي ميرور بدنك جمتان أسحبتك وحير مبالحة في الشر أحلي لها عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. ميرور بجمتان فرحة عيدة مبالغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنه أنتم مشان قصوبة وكان ميعين وموسى وكان معني بلاك يوتيوب كدوني سيما بلاك في الشر وليس تقول أسوبة سبسكرايب سار عيد مبارك. سألقي سارة أسحبتك وعيدة مبالغ مانتي بلاك في الشر مبالغ دينا عليها فرحة عيدة كل عام وأنتم بخير. فرحت إذا كون سونكان سوكيس كإلهي ناس فرحنا نقدر زي ما دي ما نكون الله لي وعرضنا مثلا هذا الموسيقى أو ضد صعب تعمل يعني بعرف شو بعدين أنا ما أقدر أكتب أول عمل ما نفيد هذا أول ما أصلح سوني بعدين أنا أول ما أصلح أنت أنا أول كات تحسن أنا عليه وما سنين دوشة مغلق هذا الأدوات هدي مغلق وعشت كده وحستولوا وقت كده هي مغلق مغلق هنا كنا بدي أساسي بدي باي باي.